أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قالت صحيفة هآرتس العبرية أن لجنة التنظيم والبناء فيما يسمى ببلدية القدس أقرت إقامة شارع بديل يربط بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم، ما سيمكن إسرائيل من البناء بالمنطقة المصنفة E1. وحسب التخطيط فإن الشارع المقرر تشييده سيربط بشكل مباشر بين المستوطنات والأنفاق في مداخل القدس ومن هناك إلى مركز المدينة، حيث سيقام في الشارع جدار عال سيفصل بين المسافرين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذه الأثناء أكد الرئيس محمود عباس أن القدس تستغيث فهل من مجيب، مخاطبا المشاركين في مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي الرابع في مدينة رام الله بهذه الكلمات، تعبيرا عن الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة المقدسة في ظل الاحتلال الإسرائيلي. كما اعتبر أن مسؤولية حماية القدس واستعادتها وتطهير مقدساتها لا تقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، بل تشمل الأمة العربية والإسلامية كافة، والواجب يفرض عليهم مؤازرة أهلها الصابرين في مدينة القدس ماديا ومعنويا. في مثل هذا اليوم منذ 46 عاما وقعت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت إسرائيل بتنفيذ خطة متدحرجة لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة عبر هدم بيوت المقدسيين وطردهم المبرمج من مسقط رأسهم ومنعهم من بناء المساكن أو تطوير المصالح الاقتصادية بالتوازي مع سعار استيطانيا محموم وتزييف للحقائق والأسماء والتضاريس. يغيرون الأسماء، يظنون أن اليافطة التي يضعونها لتغيير اسم القدس أو أريحة أو نابلس أو غيرها يعني غيروا التاريخ. لا أحد يستطيع أن يغير التاريخ. تثار في الآونة الأخيرة في الأوساط السياسية والفكرية فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي كبديل لحل الدولتين الذي قبل به الفلسطينيون، ووضعت إسرائيل العصي في دواليبه طوال 20 عاما من المفاوضات والنقاشات. النقاشات الملتهبة الناجمة عن هذا الطرح وصلت لتنظيم ندوات حوارية تشارك فيها القوى الوطنية وفصائل منظمة التحرير حول الدولة الديمقراطية الواحدة بين المهمة الراهنة والحل النهائي. عودة وتقرير مصير ودولة مستقلة وعاصمتها القدس هو محطة للوصول إلى دولة ديمقراطية يتعايش فيها الجميع من دون العيش بالعرق واللون وإلى آخره، يتعايش بها الجميع في وطن فلسطين اسمه فلسطين. نظمت القوى والفعاليات الوطنية اليوم أمام معتقل عوفر غربي بتونيا اعتصاما لمناسبة الذكرى 46 للنكسة. المشاركون في الاعتصام طالبوا العالم الالتزام بمسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف المعاناة الفلسطينية. في ذكرى العدوان حزيران والذي أصبح أطول احتلال في التاريخ البشري الحديث وتحول إلى منظومة فصل وتمييز عنصري، نحن نقول إنه لا حل سوى الاعتماد على نفسنا وعلى شعبنا، لا حل سوى استنهاض المقاومة الشعبية وتوحيد الصف الوطني. حالة الانقسام الحالية تؤثر على كل إمكانيات النضال الوطني الفلسطيني، ولذلك يجب إنهائها بسرعة وتوحيد الصف الوطني وإنهاء كل تنازع على السلطة التي هي تحت الاحتلال وتكريس كل الطاقة الآن لاستنهاض حركة التحرر الوطني الفلسطيني. لا سبيل إلا استراتيجية وطنية جديدة، لأن المراهنة على المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة كما لم يؤدي 20 عام من المفاوضات مع إسرائيل إلى أي نتيجة. نختم الموجز بهذا الخبر. فقد أطلق اليوم في مدينة رام الله حملة وطنية لدعم الفنان الفلسطيني محمد عساف الذي وصل للمراحل النهائية في برنامج المواهب الغنائية أرب آيدل الذي يبث على شاشة MBC.
إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.